دستور دوم وافر. دوم وافر نستخدمه لحساب القوة يعني الأس. شوف قالوا دوم وافر. إذا عندك أنت كوساين تيتا زائد أيساين تيتا أس أن. كوساين تيتا زائد أيساين تيتا أس أن. دوم وافر يقول الأن بتنزل جنب هاي وجنب هاي. بتصير كوساي بتصير شباب كوساي ان تتا زائد اي ساي ان تتا. هسه مروه وين هسه مروه؟ اللابتوبين حتيان على الشحن. هسه في لابتوبين عندي كوساي ان تتا زائد اي ساي ان تتا. تمام. لو هون في ار هيك تنزل الان فوق الار وتصير ار اس ان وبتنضرب بهذا. لو الار واحد تنزل الان جنب التلتا. اما لو في ار ان بتنضرب تنزل فوق الار وتصير ار اس ان. هذا دستور دوم وافر. تعجب مثال وتطبيق متوقع على دوم وافر لهذا العام. بحثوا بنسال نموذج مزاري هام جدا زد بيساوي. بدو منك تحسب له جذر 3 على 2 ناقص نص اي اس شو؟ اس 24. طول الفكره جنبها هو مكتوبه هيك والله. نحول الى الشكل المثلثي ثم نطبق ضمانه. اكيد ما راح تقعد تضربه حاله 24 مره. نحول الى الشكل المثلثي ثم نطبق ضم وافر. هسه بدي احكي مشان مكثفات الانجليزي بعد ما اخلص مباشره ذكريني مع المطبعه. تمام. لا تنسي باقي رقم استاذ احمد. يا خذها لهي واعملها مثلثي. كيف؟ نحسب الار كوساين تيتا ساين تيتا. اعطونا جواب حاسبين انتم. طلع الزاويه ناقص بي على 6 طالعه كوساين ناقص حولناها كوساين ناقص بي على 6 زائد اي ساين ناقص بي على 6 اس 24. اس 24 يا هي حولناها من الجبري للمثلث. هلا 24 شو بدها تعمل؟ الكلمه ال 24 رح تنزل هون وهون رح تصير كوساين نزلة هي ناقص. فيق لي حسين من وراك احمد حسين علاف ناقص 24 بي على 6 زائد اي ساين ناقص 24 بي على 6. اذا شو عملنا؟ 24 بنزل جنب البي. 24 تقسيم 6 4. هون شو بتصير؟ ناقص 4 بي. وهون شو بتصير؟ ناقص 4 بي. اذا هذا هو دوم وافر. بتنزل ال 24 جنب الزاويه. هلا من خواص الكوساين أن الكوساين ناقص نجمة يساوي كوساين نجمة، لأن الكوساين تابع زوجة. أما ساين ناقص نجمة، شوف الساين ناقص تطلع لبرا، والكوساين الناقص عم تختفي، والساين ناقص عم تطلع لبرا، وتصير ناقص ساين نجمة. تعال من الخاصية. هون الناقص تختفي بصير كوساين الأربعة دي زائد أو ناقص. هون الناقص تطلع لبرا ناقص أي ساين الأربعة دي. شو صار؟ طبقنا خاصة الزوجة والفرد.
الآن بدك تكون بتعرف تطلع كوساين الأربعة بي ساين الأربعة بي. تقول القاعدة اكتبها على الصفحة: مضاعفات بي الزوجية، مضاعفات بي الزوجية لها نفس ساين وكوساين الصفر. مضاعفات بي الزوجية لها نفس ساين وكوساين الصفر. طب واحدة تانية يلا. مضاعفات بي الفردية، مضاعفات بي الفردية شو كوساين الأربعة بي؟ يعني كوساين الصفر واحد. برافو. ناقص ساين الأربعة بي صفر. شو بتصير؟ اي ضرب صفر. شو الجواب؟ واحد. إذا بدنا نجيب ساين الأربعة بي وكوساين، هن نفس الكوساين الصفر صار الصفر. طبعا انت عارف يلا اطلعي خذي لي مرة. تعني مرة حبيت نرى هذا السؤال عم يجي بطريقة ثانية. شو هي الطريقة الثانية؟ أثبت أن، تقول سؤال طريقة ثانية، أثبت أن هذا الزد حقيقي. أثبت أن زد حقيقي. أثبت أن زد حقيقي. شو يقصد؟ إنه طلع لي الجواب آخر شيء شو عم يطلع؟ واحد يكتب جنبه ينتمي لآر. بس هيك ممكن. لذلك أثبت أن زد تخيلي بيطلع الجواب مثلا. شو بيطلع مثلا؟ آي على سبيل المثال. قبل مؤقت الحدود، كيف بنحلل ثلاثي الحدود آ زد مربع زائد بي زد زائد سي تساوي أو هذا؟ تبع طريقة التحليل، بتحط آ تفتح قوس زد ناقص زد واحد زد ناقص زد اثنين. هذه هي القاعدة، هذا قانون، هذا بيتحلل بالصف العاشر. من وين بدي اجيب الزد واحد والزد اثنين؟ هدول هن حلول دلتا. هدول حلول دلتا لمين؟ للمعادلة آ زد مربع زائد بي زد زائد سي يساوي الصفر. تعالوا بالتطبيق عليها. أقول لك حل المعادلة في سي، يعني في مجموعة الأعداد العقدية. زد مربع زائد 4 زائد زائد 29 شو بيساوي؟ الصفر. تعمل لها دلتا، دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 ا س. احسبها عم يطلع الجواب ناقص 100. تجي هلا بتقول زد واحد وزد اثنين. فينك تكتب القانون اللي موجود عندكم، خدنا ايام السلم ولا ما كاتبينه؟ فينك تعوض مباشرة، تعال عوض مباشرة. قانون العاشر بيمشي حاله. شو القانون كان؟ ناقص ب زائد جذر الدلتا على 2. لازم يكون حذر. هذا قانون العاشر، اما قانوننا بالبكالوريا ناقص ب زائد جذر الدلتا اي على 2. هذا بيمشي حاله بس يكون ذكي شوي. تعال. ناقص ب يعني ناقص 4 زائد جذر الدلتا، جذر المية 10، جذر الناقص نتخيله اي يمشي. هاي الاي اللي عم يحكي عنها بالقانون هون. فرجيني الاي برا وهون في ناقص جوا، لذلك هذا القانون بيخربك. فاذا ما حفظته ما بيأثر، بس كون حذر. برجع معي. ناقص ب زائد جذر الدلتا، جذر المية 10 وجذر الناقص نتخيله اي على 2 اي يعني على 2 وزع هي على هي وهي على هي ناقص 2 زائد 5 اي. هون زد 2 هو مرافق زد 1 هو ناقص 2. بنغير هالاشاره شو بتصير؟ ناقص. امتى بدي حق لي اقول انه زد 2 مرافق زد 1؟ اذا كانت الامثال حقيقيه فقط. يعني اذا هون ما في اي. اذا انت بقول زد 2 مرافق زد واحد اذا كانت الامثال حقيقيه.
طب لو ما كانت انسان حقيقيه بنقول ناقص ب ناقص جذر دلتا عند اي القانون التالي او ناقص ب ناقص جذر ناقص دلتا اي عند اي قانون اللي يؤخذ ضمن اذا ما كتبته بس هذا اذا قال لك حل المعادله شو مشان حلل شو اللي صار حلل وين طلب الصفحه حلل ما يلي زد مربع زائد 4 زد زائد 29 شو كان بيطلع يسار ها تابع شو نماذج النهائيه لمركز اونلاين يعام 2012 على التليجرام هلا بالنسبه للنماذج النهائيه الطلاب اللي درسوا معي ايام السنه درسوا من قبل انا 30 نموذج نهائي هلا بعد ما نخلص الدوره في عندنا فتره فراغ 13 يوم اللي بيخلص المقسم فينو يدرس النماذج النهائيه يا بينزلوا بالتليجرام يا بيجيب نسخه من مكتبه الاستاذ وبيتدرب عليها طبعا هذا الحكي رح يكون شو بتشتغلوا بهالعطله ان شاء الله بعد ما نخلص هذه الفتره ولكن المكثفه قبل النماذج النماذج بعدين بتعزز معلوماتك وتصير تكرج بالحل حل الميل شوف نجيب والله الصور زد مكعب ولا زد مربع؟ مربع زد مربع زائد 4 زائد 19 مكان صعب ما فيني حدا لا مكعب ما بتصير على القاعدة يا ابو ليه بتصير على طريقة الدرجة الثالثة المعروفة بدور على قواسم العدد الأخير إلى آخره حلل زد مربع زائد 4 زائد 19 شو القاعدة بتقول لك؟ أ وين الأ؟ هي أمثال زد مربع ب زد ناقص زد واحد بزد ناقص زد اثنين زد واحد وزد اثنين وينهم؟ شو بنعمل؟ بنعوض الزد واحد هذيك بنعوض الزد اثنين هذيك بتاخذونا بالتعويض معوضينهم ولا لا؟ شو؟ واحد في زد ناقص اول قوس هو الزد واحد ثاني قوس هو شو؟ الزد اثنين وفاكين الناقص ضاربينه بالقوسين هيك بنكون حللنا ثلاثي حدود من الدرجة شو اسمها هاي؟ الثانية فضيلة يعني أوجد الجذرين التربيعيين للعدد زد يساوي 3 زائد 4 اي هذكركم فيها على السريع الثلاثة هي الا والأربعة هي مين ب أول شيء بتقول نفرض أوميجا تساوي x زائد اي واي جذر تربيعي ل بتحطها لهي 3 زائد 4 هي عليها 5 علامات هلا بتحفظ القوانين الثلاثه وبتطجر القوانين الثلاثه اول قانون x مربع ناقص y مربع بيساوي اي اول قانون تعال نعوضه فورا x مربع ناقص y مربع بيساوي ا شو ا 3 اي اول 10 علامات ثاني قانون x مربع زائد y مربع بيساوي تحت الجذر ا مربع زائد b مربع عوضه x مربع زائد y مربع بيساوي تحت الجذر مربع ل 3 زائد مربع ل 4 يعني 5 جذر 25 5 ثالث علاقه x في y هلا عندكم المكثف كان بين 19 زائد 6 ولا تكون 16 زائد 9 بالعكس كان بين 19 زائد 6 شو لازم تكون 16 زائد 9 ثالث قانون x في y بيساوي بيع 2 x في y بيساوي بيع 2 يعني x في y بيساوي 4 2 2 كم علاقة صاروا؟ ثلاث علاقات أول اثنين بالجمع بنحلهم بتروح الناقص y مربع مع الزائد y مربع x مربع x مربع 2 x مربع يساوي طرد الثاني 8 x مربع تساوي 8 على 2 4 x تساوي زائد معناها x تساوي زائد ناقص 2 أول وحدة
إذا كانت الـ X 2 عوضها بالمعادلة رقم 3 معوض في 3 عوضها بالثالثة حط بدل X 2 يصير 2 Y بيساوي 2 Y شان تطلع 1 طلعت معنا Z تساوي 2 زائد I في عالم عم يقولوا إشارتهم موجب إشارتهم سالب شو بدك تشتغل؟ طلع الاكس من هذول عوضها بالثالثة وانتهى الموضوع ليه عم تناقش الإشارات مثلا؟ هيك يعني الجهة الثانية والحل التالي ركز معي هذا أوميجا واحد بعتذر لأنه أنا شمست الجذر أوميجا الجذر الثاني ركز معي هون ليس مرافق الجذر إنما هو معكوس الجذر الأول إجبار هون قولوا متعاكسة هو معكوس الجذر الأول يعني ضرب الهاي بناقص ناقص 2 ناقص I أو تاخذ الثانية واللي هي ناقص 2 وتعوضها بالثالثة تطلع معي الإجابة فقرة سهلة كثير لا تضيعها من إيدك طريقة أخرى لطرح السؤال ممكن بدل ما يقول لك أوجد الجذرين التربيعين عايشين لك حل المعادلة زد مربع تساوي 3 زائد 4 بدل الزد بيقول لك زد مربع بس بيقول لك حل المعادلة أنا لما بقول لك حل المعادلة فيها زد مربع كان أقول لك أوجد الجذرين زد مربع يعني نفس الشيء نفس المعنى الرياضي الحل ما بيتغير أبدا نفسه تماما شو مدته؟ 5 أقل من 5 بالإكس 2 يساوي ناقص 2 يؤدي ناقص 2 واي بيساوي 2 يؤدي واي بيساوي ناقص 1 هنا شو حاطينه هون؟ 1 بس التعويض تحت صح احفظي يا انسان مثال امتحاني هام صفحة 5 ليه يكون زد يساوي تبع المثال عم نصور يا حبيب زد بيساوي 1 زائد جذر 3 اي شو بدك؟ اكتب العدد بالشكل المثلثي بنحسب الار والتتا شلون تطلع معنا؟ زد تساوي الار هون بتطلع 2 شلون معي هون؟ بتفتح قوس بكوساين تطلع الزاوية نص كوساين ونص 6 تين يعني بيعك هاي حولناها للشكل شو اسمه هذا؟ مثلث حسبنا الار والتتا عملنا بالجبري مثلثي هسا اثبت ان زد والستة حقيقي طول جنبك وطبق طول زد والستة حقيقي ونروح شو بنعمل؟ فوق هذول بنحط ستة يعني هون بصير عندنا ستة وهون بصير عندنا هيك ستة يا 2 أس ستة بي ستة بتيجي لهون ستة بي على ثلاثة يعني كوساين 2 بي بتصرف زائد اي صاي ستة بتجي لهون بتضرب معي ثلاثة اثنين بي بتطلع اثنين اس ستة بي مضاعفات بي الزوجية نفسها الصفر يعني اثنين بي نفسه الصفر وصاي الصفر واحد زائد اي صاي الصفر صفر الجواب اثنين اس ستة وهذا عدد شو نوعه؟ حقيقي اثنين اس ستة كم؟ 64 2 ب 2 ب 2 ب 2 ب 2 ب 2 بتطلع معك 4 و 6 مظبوط اياها